اسمك شو اسمك؟ خير الدين خير الدين. خير العلاقات العامة بتلفزيون المنار. خير الدين خير الدين and he's the public relations for Manar Television. Right. Which used to be somewhere around here. كانت شي مطرح هون ايه. تلفزيون؟ ايه. The television was here, exactly here. And the entrance was here. It was getting developed in some story, five floors. It was a five-story building. Five floors. وتحت الأرض كان في طابعين. Two floors underground. شو هذا كان؟ موقف سيارات ولا شو؟ لا كانوا استديوهاتنا وال يعني في طابق تحت الأرض كان في استديوهاتنا والطابق الثاني كان في نيوز روم. The newsroom and the studios were in the two lower basement flats. And was this a television station owned by or supported by Hezbollah? تلفزيون المنار كان تابع ل حزب الله. خليني لك شغلة إذا عندي أسئلة يسألها مش لإلي مش هجاوب عليها حتما لأنه نحن بالتلفزيون عندنا أشخاص مخولين بالإجابة عن أي استفسارات من قبل الصحفيين أو من قبل العائلتين. He says there are other people that were discussed sort of more detailed issues. He simply had can tell you generally about what the station is. هون حتى نستقبل الوفود ونشرح لهم وإلى ما. Says the only thing that he knows about is what. We've spoken to a member of the Hezbollah political council who says that everyone will give us full cooperation and tell us anything we need to know. حكينا مع حاج ريما وقالت إذا عندكم المعلومات هن عندن يعني في عندنا تحويل إنه بتعطونا المعلومات. وأنا برجع بقول لك يعني أنا برجع بأكد لك نحن بتلفزيون المنار يعني في قرار من الإدارة إنه في أشخاص مخولين هن للأجوبة عن لإجراء مقابلات لإجراء أحاديث يعني specific persons يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هن ومشكلة التلفزيون مخول من يجيب أنا يمكن الأسئلة اللي بيسألني يمكن أنا بعرفها بس أنا مش مخول من قبل الإدارة عرفت فلذلك إنه بهيك موضوع لا يعني يفضل إنه إذا بده منأمن له لقاء. He says if you want to arrange the interview, he can't sort of take it. Well, he just tell us what other buildings were here. Sure, she can. How did Benay? Okay. Hello, Al Madras. مثل ما بقدر اعمل لك انه هون كان التلفزيون كله طابعين تحت الارض كان في طابع في نيوز روم كان يعتبر من اهم النيوز رومز بالمنطقه تقريبا لانه كان الحمد لله يعني مستحدث ومجهز باجهزه وبكميات عاليه جدا جدا. He said the news room was actually very well kitted out. It was one of the best in the area. بالاخير هونيك تحت البنايه كان في مدرسه خاصه كبيره الى حد ما هدمت كلها. البنايه يعني مدرسه خاصه الناس بتطلع. There was a private school right at the far end, at the bottom of that. And the neighborhood. It was a neighborhood. Yeah. We can't hear the sound. Mm. How many? Only blocks of flats. Okay. كم بنية كانت؟ هون كان في بعض الأبنية عبارة عن أربع خمس أبنية سكنية. So it's four blocks there. وهون كان في أبنية سكنية هون كان في كمان بنية ما لها 11 طابق. Oh, yeah. Yeah. 12-story building. Right. There. Collapsed.